السلام عليكم الإخوة المتابعين الأخوات، فكما حطيناكم في الصورة في بداية الحصاد هنا نواحي مدينة سيدي قاسم، الحصاد لا زال مستمر ونحن في نهاية ديال الحصاد، لأن تقريبا دابا 15 يوم أو 16 يوم باش ننطلق الحصاد. كما كتلاحظوا الحمد لله الخيرات تبارك الله، حتى كما كيبان لكم في الصورة بأن الآلة ديال الحصاد الباكينة كتمشي بواحد الطريقة بطء لأن كاين الكمية مزيانة. فالحمد لله خيرات، وهذه من فضل الله عز وجل على هذه القرية وعلى المغرب الحبيب. وكنبغي نشكركم انتوما كمتابعين لأنكم كتتابعوا الفيديوهات وكديروا تعليق وكديروا إعجاب الفيديوهات، فنسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يبارك في أعماركم، وأن يبارك كذلك في أعمار أبنائكم، وأن يجد الرحمات على كل هو متوفي. ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.